نطرح عليكم سؤال اليوم، هل يجب فرض قيود أكثر صرامة على بيع الكحول؟ يأتي هذا السؤال عقب إصدار تقرير لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى أن المشروبات الكحولية تودي بحياة ملايين الأشخاص في العالم سنويا. لإطلاعنا على آرائكم زوروا موقعنا عبر الإنترنت i24news.tv، شاركونا بآرائكم وتعقيباتكم عبر تويتر وفيسبوك، وتابعونا في النشرة المسائية لمناقشة تعقيباتكم واستعراض النتائج.